بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس هاني كامل. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في نقطة بعض الزملاء بيسألوا عليها، هي المؤشرين اللي لونهم أحمر دولت اللي بيكونوا على يمين وشمال مؤشر الخطوة في لوحة مغير الجهد. الزملاء بتسأل وظيفتهم إيه بالظبط. بعض الزملاء بيفهموا غلط إن هو ألارم أو تريب أو ما شابه. النهاردة إن شاء الله عايزين نوضح الوظيفة الصح بتاعته، فتابعونا إن شاء الله في الحلقة دي وإن شاء الله هنرد على النقطة دي. أولا المؤشرين دول بيتحركوا، هنرجعهم ونعمل لهم ريست حوالين المؤشر الأسود اللي هو بيدل على خطوة المغير، ونبدأ نعمل ريز. طبعا هنا اتجاه الريز، لما بعمل ريز مقصود بيه إن أنا بعمل ريز للجهد السكندري بتاع المحول، وبالتالي بروح لعدد لفتات أقل في الهاي أوبشن. ناخد بالنا ان المؤشر الاسود يبتدي ياخد معاه المؤشر الاحمر اللي على اليمين في اتجاه الريز، واقصى خطوة بيوصل لها بياخد معاه كذلك المؤشر الاحمر. نفترض هنا مثلا اقصى خطوة وصل لها هي 6 ار، وبالتالي ساب المؤشر الاحمر عندها وبيرجع تاني للخطوات التانية. معنى كده ان لو الخطوة بتاعتنا زادت عن 6 ار مثلا وصلت ل 8 ار، كذلك يوصل المؤشر الاحمر ليها وهيرجع منها تاني. نفس الكلام هنا وانا بعمل اللور، ان انا بقلل الجهد السكندري بان انا ازود عدد لفتات البرايمري، هو كذلك بياخد المؤشر الاحمر معاه لاعلى خطوة هيوصل لها
في اتجاه اللغة. بقى أنا زي ما أنا شايف هنا هبتدي المؤشر الأحمر اللي على اليمين يوضح أعلى خطوة وصلها في اتجاه الريز، والمؤشر الأحمر اللي على الشمال أعلى خطوة وصلها في اتجاه اللور. تعالوا من على النيم بليد نفهم أكتر إيه معنى الكلام ده. أنا عندي خطوة إن هي خطوة السنتر إلكتريكال سنتر تاب، ودي مثلا جهدها هنا 132 كيلو فولت. طبعا هنا المغير كان وصل لخطوة 2L اللي هي جهدها 135 300، تمام، ده في اتجاه اللور، ودي كانت أعلى خطوة وصل لها. ديت الخطوة ديت معنى كده ان انا عندي خطوتين في اتجاه اللور حصلوا، وجهد الخطوة الواحدة ب 1.25%، معنى كده ان الفولت كان بيزيد معايا اقصى زيادة وصل لها 2.5%. نيجي نبص مثلا على بعد كده في اتجاه الريز، عندي في اتجاه الريز اعلى خطوة وصلت لها هي 6R، دي جهدها 122.1 كيلو فولت. لو قسمتها على التابة ان مثلا على جهد التابة ان، او ان انا مثلا قلت 6 خطوات دولت مضروب في ماينس 1.25% اللي هي جهد الخطوة برسنتج، بيديني هنا ان ماينس 7.5%، معنى كده ان الجهد قل لي او اقصى نقصان في الجهد حصل 7.5%. فاقدر اقول كده دلوقتي ان الجهد بيبتدي يتراوح او الجهد بيبتدي يزيد ويقل ما بين 2.5% بوزيتيف او ماينس 7.5%. وبالتالي دي حاجه بتساعدني مثلا خلال السنه ديت الجهد كان بيتغير ما بين المنطقتين دولت، او القيمه دي بالبوزيتيف والقيمه دي بالنيجاتيف اقصى تغير. وبالتالي اقدر اعمل دراسه واقدر احدد هل مغير الجهد يقدر يغطي الفلكتويشن او التغير في الجهد ده، ولا محتاج ان انا اغير في السبيكس بتاعت المحول، مثلا زي انه لود فولتج ازوده شويه مثلا او ما شابه ذلك، وادرس البرفورمانس بتاع الشبكه بتاعتي. اتمنى تكون الحلقه ديت ردت على استفسارات الزملاء، وان شاء الله اشوفكم في الحلقه الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.